بكم في درس جديد من دورة تعلم React JS. نكمل معكم العمل على تصميم The Menus القوائم. فقد أسممنا في الدرس السابق العمل على تصميمها وتهيئتها وأصبحت جاهزة للاستخدام. فإذا قمنا مثلا بالضغط على هذه الأيقونة والتي قمنا بجلبها وذلك باستخدام الباكج React Font Awesome Icon فتصبح بهذا الشكل. فنرى هذه القائمة الأساسية مع هذه Background والتي قمنا بتهيئتها على هذا الأساس. ما نود القيام به في هذا الدرس العمل على تدعيم هذه القائمة وذلك من خلال إضافة الأنيميشن وإضافة الموشن له. وهناك أكثر من طريقة للقيام بذلك. إما أن نقوم مثلا بإنشائها وتهيئتها وإضافة الأنيميشن بطريقة يدوية، فنقوم بالذهاب إلى CSS ونقوم بكتابة التعليمات الخاصة بالأنيميشن والترانزيشن. أو أن نقوم عوضا عن ذلك باستخدام مكاتب جاهزة أقوم بتضمينها والتي تم تصميمها وتهيئتها لدعم مكتبة الرياكت. وهناك مختلف المكاتب للقيام بذلك والتي منها React Spring. فإذا قمنا مثلا بالاستعلام عنها وقمنا بالذهاب إلى موقعها هنا فقلنا مثلا React Spring فتظهر بهذا الشكل. بما أنه نقوم بالعمل على الهوك فإذا قمنا هنا بالذهاب إلى Transition فنرى هذه الأمثلة المختلفة. فإذا قمنا مثلا بالتبديل بين هذه الأيقونات ونقوم هنا بعرض وإخفاء هذه الأيقونة ففعليا أعتقد الأنسب بالنسبة للعمل الذي أقوم باستخدامه هو استخدام هذا الكومبوننت وذلك لأنني أقوم باستخدام ما يسمى الستيت الوحيدة والتي هي في حالتنا الجيت ونقوم هنا بعرضها ولكن هنا أستطيع القيام مثلا بالتخلص من هذه الكتابات الزائدة وأقوم بالاعتماد فقط على الإدخال اليدوي للقيمة المعبرة عن الجيت فإذا قلنا مثلا تساوي ترو فسوف تظهر بهذا الشكل وإذا قلنا false سوف تختلف وهنا نستطيع القيام بالتعبير عن مختلف الانيميشن والترانزيشن المتعلق بالإظهار والإخفاء استنادا للأوباسيتي ولكن بداية من أجل القيام بتضمينها هنا علينا أولا القيام بإنشائها نقوم بالذهاب للإنترودكشن وهنا نقوم باستخدام هذه التعليمة في اليوم مثلا نقوم بإنشاء CMD جديدة فسوف أحافظ على السيرفر وأبقيه فعالا نقول مثلا بهذا الشكل ننتظر قليلا ريثما يتم التحميل نرى هنا أن بعض الوارنينغز متعلق بأن النسخة التي نقوم باستخدامها مثلا لا توافق النسخة الموجودة في الرياكت سبرينج لكن لا مشكلة فأعتقد سوف نتمكن أيضا من استخدامها وسوف نرى كيف يتم العمل عليه تمام بما أنه تم التنصيب ولا مشكلة نقوم الآن بالذهاب إلى Transition والخطوة الأولى هي أن نقوم بالاستيراد Import ونقوم هنا بجلبها ونرى أنه لا مشكلة تم تضمينها ولا يوجد أي مشكلة من ناحية Compilation الآن نقوم بالذهاب هنا دعوني أولا أقوم بالتعديل كما قلنا فلا أحتاج إلى هذه العمليات وسوف أقوم فقط بالاعتماد على الإدخال اليدوي بالضغط على الأيقونة في الجيت نقوم أولا بما أنه لدينا Use State والتي هي موجودة هنا لا حاجة لاستخدامها مرة ثانية لذلك سوف نقوم بجلب هذه هنا ونقوم بالتعبير عن الجيت بهذا الشكل لنقوم بعدها باستخدام هذه الترانزيشن في الريتيرن فدعوني على سبيل المثال أقوم بتعليق هذه أولا بهذا الشكل وأيضا هذه تمام لنقوم بعدها في الريتيرن بجلب هذا الترانزيشن ونقوم بوضعها ضمن هذا النافيجيشن تاب بهذا الشكل لنقوم بتحسين النسق تمام ونقوم بوضعها بهذا الشكل فهنا نقوم باستخدام هذه الأيقونة وسوف نرى مثلا عندما نقوم بالضغط على هذه الجيت كيف سوف يتعدل هنا الترو والفولس القيمة الخاصة بها وسوف نرى كيف سوف تظهر هذه الأيقونة وكيف سوف تختلف بالنسبة لفروم انتر اند لي فإذا قمنا هنا بالضغط على هذه الأيقونة فنرى هذه الأيقونة كيف ظهرت وكيف اختفت بنوع من الأنيميشن جيد جدا الآن ما أود القيام باستخدامه هو بدل القيام بالتطبيق على هذه الأيقونة سوف أقوم بالتطبيق على هذه الواجهات التي قمنا بإنشائها فالقيام بذلك ما علينا هنا سوى القيام باستخدام الكلاس نيم وذلك على الديف تاج فهنا هذه فعليا تعبر عن الديف ولكن من ناحية الأنيميشن فهنا سوف أقوم بنسخ الكلاس نيم بهذا الشكل ونقوم مثلا بتطبيقها هنا بهذا المظهر فلا داعي للقيام باستخدام
هذه الأيقونة، وبدلا من ذلك سوف أقوم باستخدام هذا الكونت لهذا الشيء، وأستطيع القيام أيضا بنسخها مرة أخرى والقيام بتطبيقها وذلك على الكونتراست. فهذا يعبر عن الكونتنت هنا، يعني نقوم بتصحيح النسخ، وهذه تعبر عن الكونتراست. فنقول هنا قوم بشكل مشابه بنسخ هذا الكلاس نيم وقوم بإضافته بدل هذا الكلاس هنا. طبعا سوف نقوم بتمييز وتسميتها بمتحول مختلف، ولا ننسى القيام بإضافة التابع هنا، وذلك من أجل القيام بجعل الجيت مساوي للفولس في حال قمنا بالضغط على هذه الأجرة، فنقوم بإضافتها هنا. تمام، لهذا الشكل. طبعا هنا نرى كيف أن الأيقونة هنا في هذا المكان اختفت، وذلك لأن الأوباسيتي سوف تكون مساوية للواحد في حال العرض، لذلك سوف أقوم بنسخها وأقوم بعرضها مرة ثانية ولكن باسم مختلف. دعونا نقول مثلا background، ونقوم باستخدامها على الكونتراست هنا، وذلك مع جعل الأوباسيتي مساوية ل 50%. فإذا قمنا الآن بالضغط عليها فنراها بهذا الشكل، نرى الأنيميشن المتولد من هذه الحركة بهذا المظهر، ونستطيع القيام بالتعديل على طريقة الأنيميشن بطريقة الإظهار. فبدأ القيام هنا باستخدام قيم ثابتة، لنقل مثلا من ناحية الترانزيشن استنادا للمنيو، فنقول هنا قم بإضافة مثلا الفاسفور باعتبار مثلا القيمة هنا translate x، بحيث سوف تنتقل على المحور الأفقي، ولنقل مثلا 100 ونقوم بتكرارها، فمثلا هنا سوف تكون مساوية للصفر، وهنا سوف تكون مساوية لناقص 100. فنرى كيف سوف تأتي مثلا من ناحية اليمين ثم تستقر هنا عند الصفر، وبعدها سوف تقوم بالذهاب إلى ناحية اليسار وتختفي، لنرى، ولكن لا ننسى قبلها القيام بإضافة النسبة المئوية لهذا الشكل. لنرى الآن، تمام، جيد جدا، ولكن إذا أردنا القيام بجعلها تظهر من هذا المكان ثم تعود إليه وتختفي من ناحية اليسار، فهذه سوف أقوم بجعلها قيمة سالبة لتصبح بهذا الشكل. جيد جدا، بهذه الطريقة نقوم باستخدام الأنيميشن والقيام بتطبيقها على مختلف الكومبوننتس. وإذا أردنا مثلا القيام بتكبيرها ورؤيتها فسوف تظهر بهذا الشكل. فبهذه الطريقة نستطيع القيام بإضافة الأنيميشن المختلفة على المكونات التي نريدها، وهنا نستطيع القيام بتدعيم المحتوى، فإذا قلنا مثلا span أو tag أيا يكن، وإذا أردنا مثلا إضافة list مع element، فإذا قلنا مثلا عبد الله، أحمد، جاد، فإذا قمنا بعطيها سوف تظهر بهذا الشكل. طبعا إذا قمنا هنا بجعل هذه تعبر عن strong، وذلك مثلا لجعلها تعبر عن خط غامق، فسوف تظهر بهذا المظهر. في هذه الطريقة نستطيع القيام بالتعبير عن مختلف المحتويات، وقمنا بإنشاء animation وأيضا إنشاء menus، وذلك بالاستفادة من عدة packages وعدة مكتبات، سواء قمنا هنا باستخدام الفرونت awesome icon من أجل تعيين الأيقونات، أو مثلا React Spain من أجل تعيين الأنيميشن، وأيضا استخدام الرياكت بحد ذاتها، أو استخدام Tailwind CSS، وذلك من أجل القيام بكتابة هذه التعليمات المتعلقة بالتصميم. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، تعرفنا فيه كيفية القيام بإنشاء الأنيميشن كما رأينا، وهناك الكثير من الأمثلة المختلفة التي نستطيع القيام بتطبيقها. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.